بسم الله الرحمن الرحيم. من قصص القرآن المؤثرة والمعبرة والجميلة قصة طالوت وجالوت. وقصة طالوت وجالوت باختصار شديد، بنو إسرائيل طلبوا من الله أن يبعث عليهم ملكا، فبعث الله عليهم ملكا اسمه طالوت، فلم يرضى به بنو إسرائيل لأنه لا يملك أدوات الملك وليست فيه سمات الملوك، فطلبوا منه أن يأتيهم بآية أو علامة تبين أنه ملك، فأتاهم بعلامة وهي علامة التابوت. والتابوت له دلالة دينية عند اليهود أو عند بني إسرائيل، فلما أتاهم بالتابوت أنكروا عليه ما جاء به. وشاء ربنا تبارك وتعالى أن يسوق عليهم الابتلاء والامتحان والاختبار، فكان الابتلاء والاختبار، ودي العلامة التانية اللي جاي بها جالوت، قال لهم إن في نهر محدش يشرب منه إلا القليل اليسير معفي عنه، ودي اللي قال عليها إلا من اغترف غرفة بيده. فإيه اللي حصل من بني إسرائيل؟ شربوا منه إلا قليلا منهم، يعني كلهم شربوا من النهر وخلفوا كلام طالوت. فلما شربوا من النهر إيه اللي حصل؟ كان في جالوت. جالوت ده كان جبار وكان مقاتل وكان يعني يحتاج إلى قوة في المواجهة. فماذا حدث؟ فرضت عليهم المعركة وفرض عليهم القتال. فإيه اللي حصل؟ حينما تواجهوا مع جالوت قالوا أول كلمة لطالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني إحنا ما عندناش القدرة إن إحنا نحارب جالوت والجنود بتوعه. ربنا سبحانه وتعالى سخر سيدنا داود اللي هو النبي، وسيدنا داود كان صائب الرمية. يعني ايه صائب الرمية؟ يعني لما كان يوجه السهم بتاعه ناحية اي حد يصيب، وكان يعني ربنا موفقه في القتال. فسيدنا داود لوحده صوب السهام ناحية جالوت، وفعلا استطاع داود ان يقتل جالوت، فهزم جالوت وكان النصر لبني إسرائيل. ولكن بعد أن مكن الله داود وآتاه الملك وآتاه الحكمة وآتاه القوة، وبكده انتهى الأمر بتاع جالوت وقتل جالوت، وظهر طالوت كملك مؤيد من الله سبحانه وتعالى. ودي بناخد منها درس واحد، هذا الدرس هو التسليم المطلق لله ولقدرته، وأن ربنا بقدرته وحكمته إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإن ربنا يصطفي من يشاء ويختار من يشاء، وهذه قدرته وهذه حكمته، والله تعالى هو الموفق والمستعان.